الوقت مشغوله بكذا حاجه، وبعد كده فعلا حسيت انه اكيد مش دي الحياه. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا ان اللي بعدها اصعب. رجوع الحياه لطبيعتها طلع ليه طبيعه تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فانا هكون معاكم كل اسبوع عشانكم وليا انا كمان، اشارك معاكم مديتيشن كده صغيره سريعه، واتمنى انها تكون بتديكم وتديني انا كمان كومفورت وامل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا تيون، يعني نظبط التردد. كتير قوي بنفتكر ان الحاجات الكبيره قوي اللي بتحصل في اليوم هي المهمه، وبننسى ندي اهتمام للحاجات الصغيره جدا، وان هي دي اللي ممكن تبقى الحاجه اللي فعلا بنستفيد منها على مدار اليوم كله، او اللي ربنا ممكن اصلا يكلمنا من خلالها. عشان كده كتير بنخلي الروتين بتاع اليوم كانه حاجه كده محفوظه بنعملها عمياني، بنتحط كده على مود اوتو بايلوت، ونلاقي الاسبوع عدى مش عارفين عدى ازاي، اسبوع ورا اسبوع، شهر بشهر، سنه وسنه، عمر بيعدي. والسبب هو ان احنا مش مركزين بجد، مش بناخد بالنا من الحاجات الصغيره قوي اللي ممكن يبقى ليها تاثير قوي جدا. يعني انا مثلا عشان بشتغل من البيت، كنت حتى لما اقوم اعمل قهوه لنفسي ابقى معايا مكالمه شغل، او بسمع فيديو او تدريب كورس اونلاين، او ابقى بعمل مواعين في نفس الوقت، طول الوقت مشغوله بكذا حاجه. وبعد كده فعلا حسيت انه اكيد مش دي الحياه، اكيد مش ده اللي ربنا عايزه. على الاقل حتى لو هبقى مشغوله طول الوقت ابقى مستمتعه وبعملها بدقه وتركيز، وما اكونش بضر نفسي ولا صحتي، واكون بعمل كل حاجه لهدف بمعنى. وخدت القرار الصغير قوي ده ان انا وانا بعمل القهوه هكون بس بعمل القهوه، وقت كده بريك، صفاء، صلاه، ان شاء الله حتى اعمل رياضه على الواقف كده وانا واقفه قدامها، وقت كده اسمح لعقلي بس يعمل سنج للمعلومات، يهدى، يسكت، قلبي يسمع، جسمي يرتاح، حواسي تانية تشتغل، مش افضل طول الوقت مشغوله حتى لو بحاجات كويسه، بس انا بنسى الاهم. حتى ربنا بيقول اهتموا لا بالامور التي في الارض، واطلبوا اولا مشيئه الله فيزيدكم هذا له. نظبط بس تردد ونتاكد ان احنا حاطين مشيئة الله في الأول، وبقيت الحاجات دي كلها تتزبط مع تظبيط الطرد. يا طارق، ايه أكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب ازاي تقدروا تطبقوا كلام ده الأسبوع ده قبل ما أكون معاكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. Looking forward!